الأطباء، إخواني الممرضون، أخواتي الممرضات، هي الحضور الكريم. هذه أول مرة اللي غادي نجتمعوا فيه وغادي نحتفلوا كلنا بهذه التجربة اللي هي أول تجربة من نوعها على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي. كتعرفوا على أن المباراة بالنسبة للجودة كانت خاصة بالمستشفيات، ولكن هذه السنة هذه ارتأت الوزارة على أساس باش تعمها على الصعيد الوطني، على الصعيد المراكز الصحية، وخاصة على الصعيد الجهوي. إذن لأول مرة توقع المباراة الجودة ما بين المراكز الصحية داخل الجهاد، والجهاد ديالنا قدموا فيها ما يناهز 24 مركز صحي. وكتعرفوا على ان كاين واحد العدد المراحل اللي كدوز فيها هذه المباراة، وهذه المراحل كلها غادي نشوفوها دابا، لان غادي يتقدم المسؤول على هذا القسم نتاع الجودة باش يعطينا التفاصيل المراحل اللي تم بها هاد النتائج اللي غادي نشوفوها. وغادي يبان لكم على انه المشكل لا يتعلق، المشكل ما كيتعلقش على ان المركز الصحي يكون مزيان ويكون جديد، وانما تيتعلق بالخدمات، بالبروسيسوس الخدمات اللي كيقدموا. اذن المديريه الجهويه ما بغاتش تفوت هذه الفرصه هذه باش غير نعلو عليها بكيفيه سهله ويعني بطريقه عاديه، وانما بغينا باش نعطيو لها الاهميه باش نفرحوا بالاطر اللي داروا مجهود في هذا الاطار، وباش نشجعوا اطر واحده اخرى ومراكز واحده اخرى باش يوصلوا للاهداف المتوخاه. فتعرفوا على ان الوزاره من المهام ديالها الاساسيه حوض بكل الامكانيات في اطار المخطط العملي تاع 2008 و2012 باش نديروا واحد العدد العمليات نقوموا بها على الصعيد الوطني باش اعاده الهيكله نتاع المراكز الصحيه، ومع على كل حال اللي سبق لها المستشفيات. هذه الطريقه غادي تشوفوا على ان في هذا المخطط العملي ما يتعلق بالمركز الصحي كاين واحد العمل اللي خصنا نقوم به جماعه باش نسترجع الثقه في المواطن، المواطن يسترجع الثقه ديالو في وزاره الصحه، في المراكز الصحيه ديالنا، في المستشفيات ديالنا، الى غير ذلك. وفي نفس الوقت نحاول ما يمكن باش نحسنوا الخدمات الصحيه ديالنا للمواطن. هادشي كيبان من خلال الاجتماعات اللي دارت هاد الاسابيع الماضيه على الصعيد الوزاري وعلى الصعيد المركزي، تبين من بعد المجهودات اللي قام بها المراكز الصحيه والمستشفيات على الصعيد الوطني بالمجهودات، لان دارت واحد التقييم نتاع العمل، وكونوا على يقين على ان كل المؤشرات اللي طلعوا، كل المؤشرات طلعوا، سواء تعلق الامر بتخفيض الوفيات عند الامهات او الى غير ذلك من المؤشرات اللي اعطت نتائج ايجابيه جدا. غادي نعطيكم امثله مثلا، غادي نعطيكم غير المؤشر تاع وفيات الامهات كانت 227 100,000 ولاده حيه، بدات دابا دار دو زونكيت، داروا زوج نتاع لي زونكيت اللي داروا، كاين واحد العدد نتاع المؤسسات العالميه اللي تبين على ان وصلنا دابا ل 110 في كل 100,000 نسمة. إذن كانت واحد لونكيت قبل هذه الدار فيها 132، ولكن المنظمات العالمية، ثلاثة المنظمات العالمية داروا الدراسة وبان على أن المؤشر ما يتعلق بالوفيات هبط من 227 إلى 110 في كل 100,000 نسمة. هذا دليل على أن المجهودات اللي كيقوموا بها العادات الأطر نساء الصحة رجالها ونسائها أطبائها وممرضيها وغير ذلك يقوموا بواحد المجهود جبار جدا باش قدرنا نوصلوا لهذ النتائج. ولكن باقي الشيء الكثير اللي خصنا نقوموا به. لذا هذه الجلسة ديالنا اليوم، هذا الاجتماع ديالنا، بغينا من خلاله نعبروا على الفرحة ديالنا بالمجهودات اللي يقوموا بها الجميع، ولكن في نفس الوقت باش نحاولوا كل الامكانيات جامعه باش نوصلوا للمستوى او الاهداف اللي تسطرت في المخطط العملي ل 2008 و2012
اللي غادي نشوفهم بعد دقائق اشنو هو المتواليين. إذن غادي نعطيكم بكيفية سريعة شنو هما اش غادي نشوفوا دابا. غادي مباشرة غادي نعطيو الكلمة الدكتورة أنا لا بعد على أساس باش تقدموا لكم المراكز الصحية. ما هو المركز الصحي؟ ما هو العمل اللي خص يقوم به؟ ما هي المجهودات اللي خص تقوم بها إلى غير ذلك؟ ما هو المسائل اللي كتستنى؟ يعني المسؤولون اش كيستناو من المراكز الصحية باش يمكن المواطن تكون عنده خدمات صحية ذات جودة وفي المستوى عالي. إذن دكتور أنا غادي تعطينا التفاصيل في هذا الإطار، وفي نفس الوقت من بعد غادي يعطينا دكتور الحاوي اللي هو مسؤول الحاوي اللي غادي يعطينا اللي هو مسؤول على كونكور كاليتي على الصعيد الجهة الشرقية، اللي غادي يعطينا شنو هما المراحل اللي دازت منها. وكونوا على يقين على أن مراحل جد صعبة، مراحل اللي هي ماشي سهلة وكلكم تعرفوها. وهنا كيدخل كل واحد غادي يعرف على أنه راه ما ساهلش باش المركز الصحي يوصل للمستوى اللي وصل ليه. على هاد المراكز هادو اللي وصلوا هاد المستوى غادي تشوفوا واحد المراحل جد 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 صعبة باش يقدر يكون مركز صحي من الأول أو الثاني أو الثالث. إذا نتمنى كل من المراكز الصحية ديالنا 160 مركز صحي على الصعيد الجهوي باش ينخرطوا في هاد المباراة باش نوصلوا للمستوى اللي بغينا نوصلوا. من بعد على كل حال حاولت المديرية الجهوية باش ما تدوش هاد الحفلة غير هكاك، وإنما في نفس الشيء غادي نشجعوا هاد المراكز باش درنا لهم واحد العدد تاع لي بري بالنسبه للمركز كنتكلم على كمركز، يعني باش داك المركز الصحي يستافد من واحد العدد نتاع المسائل اللي غادي تشوفوها من بعد اللي باش يقدر يتشجع مستقبلا باش يكون في المستوى المطلوب. اذا نتمنى لكم ترحبوا بكم من جديد، ونتمنى ان شاء الله كلنا نديروا يد تفيد باش نوصلوا للمستوى المتوخى اللي هو داخل في الاطار باش يكونوا عند حسن ظن المواطنون وباش يكونوا عند حسن ظن المسؤولين ديالهم. اذا مرحبا بكم من جديد وشكرا لكم على تلبيه الدعوه وندوزوا للمرحله الجايه.